تفقد قائد المقاومة الشعبية بمحافظة تعز الشيخ حمود المخلافي مناطق المواجهات في مديرية جبل حبشي. وأكدت مصادر إعلامية وصول الشيخ المخلافي على رأس قوة عسكرية لتعزيز المقاتلين في مديرية جبل حبشي وصد الميليشيات الحوثية التي ترمي بثقلها على المنطقة، نظرا لموقعها الاستراتيجي المطل على عدد من المواقع الهامة أبرزها الخط الوصل بين محافظتي تعز والحديدة. شهدت المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية هدوءا نسبيا اليوم بعد مواجهات دارت يوم أمس، قصفت فيها القوات السعودية مواقع في حرض وجبال النظير ورازح ومران، تطلق منها ميليشيات الحوثي قذائفها عشوائية باتجاه مناطق محافظتي الحرث وطوال في جازان. اندلعت اشتباكات ظهر اليوم بمدينة عدن بين قوات من حراسة قصر المعاشق الرئاسي وعناصر من المقاومة الجنوبية. وقالت مصادر محلية أن الاشتباكات جاءت بعد رفض عناصر المقاومة استبدالهم بقوات الحماية الرئاسية المستحدثة. هذا واغتال مسلحون مجهول ظهر اليوم شيخ دار الحديث في الفيوش بعدن عبد الرحمن مرع العدني أثناء خروجه لأداء صلاة الظهر. وقالت مصادر محلية أن العدني تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين وتوفي متأثرا بجراحه في أحد مستشفيات عدن. إلى ذلك قال مصدر في المقاومة أنهم تمكنوا من إلقاء القبض على قتلة الشيخ عبد الرحمن مرعي بعد انقلاب سيارتهم في منطقة صبر بمحافظة لحج، لافتا إلى أن السائق السيارة توفي في الحادثة في حين ألقي القبض على الثلاثة المسلحين الآخرين. بعد توجه اليمنيين نحو الطاقة الشمسية لحل مشكلة انطفاء الكهرباء، لجأ كثير منهم إلى تقنية استعمال الحواجز الشبكية الدقيقة لتقطير المياه من الضباب. وبحسب برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، فإن أكثر من 1500 يمنيا استفادوا من مشروع استغلال الضباب بعد تركيبه 215 شبكة تقطير في موقعين بمحافظة تعز. ويكلف الحاجز الشبكي المخصص لتقطير الضباب نحو 4000 ريال يمني، ويكفي لتوفير 40 لترا من المياه في اليوم الواحد.